السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين حبايبي، وان شاء الله ربنا يعيد علينا الايام كده بالخير. وبمناسبة شهر رمضان ان شاء الله النهاردة هقدم معاكم فكرة كده بسيطة، هستخدم فيها خامات كلها موجودة في البيت، مخلفات بدل ما نرميها نستخدمها مع بعض، وهنعمل بيها فكرة جميلة ان شاء الله تعجبكم. بدأت كده في اول الفكرة ان انا استخدمت برطمان، واستخدمت علبة اللي هي كوباية الايس كريم، واستخدمت غطاء معقم وقطعة صغيرة كده مدورة. ممكن تستخدم اي غطاء برطمان عندك بديل للقطعة المدورة دي، كانت موجودة في لعب الاطفال. بدأت كده ان انا اشيل الحافة اللي في قاعدة الكوباية من تحت، وبدأت كده ان انا الزق البرطمان على العلبة من تحت بمسدس الشمع، وبتأكد كده ان انا ثبته كويس، وبملأ شمع من برة. كل ده طبعا هندريه في الاخر بالشغل. جبت بقى الخيط الصوف ده، وممكن تستخدمي خيط المكرمية بدل الخيط ده، بس ده كان عندي وحبيت ان انا استخدمه، عملت منه كده ضفيرة طويلة، وبدأت كده انا ابدأ البداية بتاعتها ان انا اقصها واخليها نظيفة، بحيث ان انا ما يبقاش الشكل عندي فيه تنسيل او خيوط كتير. وبدأت كده ان انا ثبتها على العلبة من تحت بمسدس الشمع، بلف كده الضفيرة داير ما يدور، وبنهيها خالص وبقفلها. قبل ما بقفل قبل القص بلف كده قطعة من السلوتيب على الضفيرة دي قبل ما اقصها، علشان ما تتفكش معايا، وتبقى برضو سهلة لما اجي ابدأ بيه واشتغل بيه مرة تانية. هوريكم الشكل يعني انا بعملها ازاي. بجيب كده قطعة السلوتيب وبلف على المكان اللي انا هقص فيه، وبقص من النص بالظبط بتاع السلوتيب، بقص بالنص عشان يبقى الطرف النهاية والبداية عندي سليمة، واقدر ان انا استخدمها تاني ما تتنسلش او تفك مني. عملت من نفس الخيط ضفيرة اصغر شوية، وبدأت كده ان انا الفها على الجزء العلوي يعني للفانوس اللي انا هصممه معاكم النهاردة، وبلفها كده وبثبتها بمسدس الشمع. وبعد ما بخلصها خالص هوريكم الشكل النهائي هنعمل ايه فيه في الفينش بتاعه. اتمنى لو انت بتشوفي قناتي لاول مره ما تنسيش ان انت تشتركي بالقناه، وكمان ما تنسيش ان انت تفعلي الجرس على علامه الكل بدل من مخصصه، عشان يجيلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بقدمها. وياريت تدخلي على قائمه تشغيل افكار رمضان، هتلاقي افكار جميله جدا ان شاء الله تعجبك، وهتلاقي افكار مميزه. ولو حابين انفذ معاكم فكره معينه على القناه اكتبيلي في الكومنتات، وربنا يقدرني ان شاء الله وانفذها معاكم. نرجع بقى للفكرة بتاعتنا النهاردة. بعد كده ما خلصت لف الجزء العلوي من الفانوس، بدأت كده اعمل معاكم نفس الخطوة اللي عملتها في نهاية الخيط، وثبتها كده بمسدس الشمع. هاجي بقى لمرحلة تثبيت الغطاء بتاع البرطمان في الجزء العلوي اللي احنا نفذناه. بتأكد كده ان انا حطيت كمية كويسة من الشمع علشان اتأكد ان الغطاء ثبت كويس. وده شكل الفانوس كده مبدئيا. هبدأ بقى ان انا ازينه، وهنا الخطوة دي ترجع بقى لكل واحدة حسب ذوقها وحسب الخامة اللي متوفرة عندها. ممكن برضو ان انت تسيبيه بالشكل ده وتكتفي بالشكل اللي احنا عملناه بالخيوط بس، وممكن ان انت تزيني. انا هنا استخدمت شريط البومبوم، وده كنت عايزة يعني اعمل بس فيه ولو زينة بسيطة كده، وفي نفس الوقت ما استخدمتش الوان كتير، حبيته يكون هادي كده وبسيط. جبت بقى حلقة من حلقات الستاير وشلت الحلقة الصغيرة، وبدأت كده ان انا اثبتها فوق في الفانوس، وكمان استخدمت شريط نص ابيض لولي ولفيته وزينت بيه الجزء العلوي من الفانوس بالشكل ده. وطبعا ليكي حريه الاختيار، ممكن تحطي ستراس، ممكن تحطي لولي، ممكن تستخدمي اي لون انت حابه ان انت تعملي له ميكس مع اللون اللي انت هتستخدميه في الصوف. طبعا كل ده بيرجع للخامات اللي متوفره عندك. حاولت النهارده كده ان انا انفذ معاكم فانوس بطريقه مش مكلفه، وبطريقه تكون سهله وممكن اي حد ان هو ينفذها، مش محتاجه يعني مهاره في الهاند ميد عشان تنفذيه. ويا رب يكون كده فكرتي النهارده عجبتكم، وممكن كمان فكره النهارده دي تبداي بيها مشروع صغير من البيت بخامات مش مكلفه. والاحلى طبعا ان انت بتعملي ديكور جديد في بيتك بايديكي، وممكن كمان تخلي اولادك يساعدوكي وهتقضوا وقت جميل مع بعض. نرجع بقى للفكره بتاعتنا.
انا هنا كملت بقى الشريط اللولي تحت، عملت كده شريط من تحت بحيث ان يداري الشغل بتاع الشمع، وبدأت كده ان انا احط جوه البرطمان شمعة الكترونية ونورتها بالشكل ده، وده كان الشكل النهائي للفانوس. لو عجبك الفكرة بتاعت النهاردة وفكرة الفيديو، اتمنى ان انت تضغطي لايك للفيديو، وما تنسيش تشتركي بالقناة وقولي لي رأيك في الكومنتات، واتمنى دايما ان انا اكون عند حسن ظنكم، وياريت تشتركي بالقناة لو انت مش مشتركة في القناة. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.